Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan apa? Jangan lupa video selanjutnya. Kawan dah ada video, tuan ada like, setelah, kawan, kawan terhidup. ورجعنا لكم فيديو ستوري جديد، ولكن قبل ما نبلش في الحلقة السابقة. أول شيء كنا ما كان نعيش في جميل أصول الكونفو شاري كان نجي قاتلنا كثيرا من الزومبي قاتلناهم جميعا ثم بطلنا. والحين خلاص من التفتيش المهم خلاص من المهم خلينا نفتح عالم وخلاص لكن ندمر اللعب. اول واحد يقفل ماينكرافت كذاب. وبسم الله عالم جديد، بداية عالم جديد، اسطورة خنفوشارية 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 اسطورية. وين مكان حلو لكي نستقر فيه؟ والله هذا المكان ما حلو كتير، خلينا نذهب لتلك الجهة حلوة اسطورية خنفوشارية. يلا اول شيء خفن، يلا موت، يلا حطيتها بالغلط وقضينا على التاني بمهمة سهلة اسطورية. يلا 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 هي خلينا نذي هاد. اوكي خلينا نسيت حبة ما ضيعها نادي النعمة. اوه قرية يا ربي. اوه مش كنت في هذاك المكان، ما ادري. هي 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 لود كتير وخرفان خرفان. يلا موت الاول بايك. عندي ثلاث خرفان. اوكي عندي ثلاث صوف بالعكس. وخلينا نستكشف القرية بالكامل شبرا بعد شبرا ثانية زاوية شبر زاوية. المهم بيت الحداد. يلا 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 شو مورد. يا ربي القى دايموند يا ربي القى دايموند. 3 2 1 ليتس جو. لوت اسطوري خنفوشاري بمعنى الكلمة. 5 شي اسمها ما ادري اسمها. مهم بوت سروال حاجة اسطوري. اوكي كنا بيتحدد تاني يعني لو تاني. اوكي 1 2 3 and let's get started. يلا لوت حلو كل شيء. مع الاخير لوت حلو. واو الابداع ما شاء الله انه ابداع كبير. يا سلام قصر السكر. اوكي حلو 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 يمكن نصنع خريطة الحين. ما يمكنني لا خلص لي الموارد صح نسيت والله معليش. المهم خلينا نجمع شوية حطب كي نصنع بيت. لافا ويمكنني اذهب للنذر. نذر اي صح. يلا and let's go started لنجمع الحطب كله. اوكي خلينا نصنع اكس وشيلد. اوكي خلونا نجيبو بكت موية. يلا كي علج اللافا. اوكي كملنا من هذه المنطقة. خلينا نذهب للمنطقة الثانية اللي معمرة بالأشجار. تعبت وأنا أكسر والله تعبت كتير. يا ربي كسرت كتير والله. شو هذا بوابة مكسرة؟ والله بوابة مكسرة. يا
يلا الزهر الحلو اسطورة. اوكي يلا نستكشف هذه البوابة المكسرة. ما يمكنني اصلح هذه البوابة، عندي 5 قطع اشياء من المهم ما هو كهفني ما في شيء. المهم تشوف اللعبة بدي انفصلها عليه هذه البوابة. اوكي خلينا نصنع شافل وصنع حفر لكي اغطي اللافا، اضع اللافا فيها. هيك ربما كافية، خلينا نجيب اللافا. هذه الدفعة الاولى والثانية، ها هي الدفعة الثالثة، الدفعة الرابعة. خلونا نجيب دفعة. بدي اكل انا جوعان. خلينا باش نزيد الهيلث. يلا زيد الهيلث خلاص. شبي اللاج مو وقتك يا اخي اللاج يا ربي يا اللاج. خلاص اوكي خليني اكل جولدن ابل كي ازيد شوي، اما شوي حتى ولا شوي نقطة بسيطة. يلا خليني نجيب الدفعة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحداش 12 13 14. والحين خليني اكسر بلوكات الجولد. ايش في الصندوق؟ وفي كتير لوت. يلا طيب جولدن ابل في كتير لوت حلوين كويسين اسطوريين. خلينا نصنع ايوه هاي شي اسمها والله نسيت ما ادري والله نسيت. خلينا نفتح بوابة، ما نروح بالبوابة ولكن افتحها ما ادري ده بعد علي شوي. خلينا اوكي فتحنا البوابة ليتس جو. ليتس جو ستارتد اول يوم فتحنا البوابة وانا بوت وانا نوب. Let's go started. خلينا نبدأ بالبيت. Let's go started. بوم. خلينا نام الليل. يلا. يلا اغلق الباب. اوكي نام في احلى نام. باي. يا احلى صباح الخير. اوكي يلا خلينا نذهب البيت. يلا. الى مكاننا ولا بيت. خلينا وصلنا للبيت. خلاص انا هني حختم الفيديو. اوكي هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو. اتمنى لايك تراك كومنت و ليتس جو ستارت. قبل ما منهي الفيديو حبيت شوفوا درنا حالنا ظبطنا امورنا والحال ظبطوني الان حطوا لي لايك واشتراك وكومنت وباي.